جديد من مطبخ كيوت. النهارده هنعمل عصير الرمان بالفراوله. مكونات هنستخدمها: وعاء الخفق، رمان، فراوله مثلجه، عسل، نص كوبايه ميه ساقعه. هنحط الميه، بعد كده هنحط الرمان، هنحط الفراوله، هنحط العسل، هنقول لماما تخلطه لنا ونرجع. ده شكله بعد ما ماما خلطته لنا. دلوقتي هنصبه. وبكده نكون خلصنا عصير النهارده. يا رب يكون عجبكم. باي باي.